العديد من الأوصاف طبقناها اليوم لجر جنوب إفريقيا الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية. هناك من اعتبرها سابقة تاريخية، وهناك من وصفها بالمحطة المفصلية. من الناحية السياسية، ما هي قراءتكم لما نتابعه أو تابعناه اليوم وسنتابعه غدا أيضا في لاهاي؟ مرحبا أستاذ نسيبة مجددا. سياسيا علينا أن نشير إلى مجموعة من الأمور. أولا، هناك مفارقة تاريخية. بريتوريا جنوب أفريقيا كانت الدولة الحليفة والقريبة والنصيرة لإسرائيل في العهد السابق، حين كان سوية يطبقان النظام الميز العنصري الأبارتايد. نعم. واليوم بعد أن تخلصت جنوب أفريقيا وبعد نضالات كبيرة للشعب الشعب الجنوب أفريقي بقيادة الأيقونة الراحل نيلسون مانديلا، اليوم تصبح للمفارقة خصما لتل أبيب، وتكون سببا في جرها لأول مرة لأن تحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ثانيا، جنوب أفريقيا أستاذ نسيبة تجربة ودولة فريدة، وحين يأتي هذا الاتهام منها، أو حين هي التي تكون قد رفعت هذه الدعوة أمام محكمة العدل الدولية، فهذا يزيدها مصداقية. لماذا؟ لأنها ليست من الدول العربية والإسلامية. لا. حتى أنه لو جاءت من دولة عربية وإسلامية لا قال الآخرون الأسطوانات التي نعرفها بأن هؤلاء منحازون طبيعيا للفلسطينيين. جنوب أفريقيا الآن تعطي درس للإنسانية، هي تنحاز للإنسانية، تنحاز للضمير الإنساني وللعدالة الإنسانية، تريد لشجرة العدالة الإنسانية أن تورق من جديد، أن تزهر من جديد، وقد يبست وذبلت أوراقها في هذه السنوات. ثم رمزيا أيضا أستاذ نسيبة، أنا أرى، ربما نعود إلى تفاصيل المحاكمة فيما بعد، ولكن على الأقل و شكلية. مهما كان القرار الذي سيصدر، نعم. وأنا من المتفائلين كما الكثيرين بأن هذه المرة إسرائيل لن تنجو وستتلقى صفعة أخرى بعد الصفعات التي تلقتها منذ 7 أكتوبر الماضي. لكن مهما كان الحكم الذي سيأتي، إسرائيل خسرت، وجنوب أفريقيا تكون قد سجلت نصراً كبيرا للفلسطينيين وللإنسانية، لأنها مكنت هؤلاء المظلومين الذين تخلى عنهم الكثيرون من الأقربين ومن البعيدين، مكنوهم من صوت في أكبر هيئة قضائية في الأمم المتحدة.